ألف 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 مبروك لنجوم المنتخب الوطني الجزائري وأيضا للمنتخب الوطني الجزائري على فوزه على العنيد منتخب مالي وديا بطبيعة الحال هذا اليوم، والذي انتهى مشاهدين هذه المباراة بهدف دون رد، وطبعا هدف جاء يعني بصعوبة للغاية. سنناقش ما حدث في هذه المباراة، وأيضا مشاهدين في نفس السياق مشاهدين سأشارك معكم ماذا صرحت الجماهير، ولكن يا له من فوز ويا لها من سلسلة انتصارات حققها المنتخب الوطني الجزائري. 26 مباراة بدون هزيمة، من يقدر على المنتخب الوطني الجزائري؟ ولا أحد في الوقت الراهن. فشكرا جمال الماضي وألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري الذي يستحق العلامة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. المنتخب الوطني الجزائري واجهه وديا هذا اليوم أعزائي المشاهدين منتخب مالي، وأيضا النتيجة كانت هدف مقابلة ولا شيء من يعني حلل المصاعب أو حلل المسائل الصعبة، ألا وهو نجمنا الدولي الجزائري وقائد الخضر رياض محرز. قبل بداية هذا الفيديو نتمنوا الشفاء العاجل لنجمنا الجزائري أدم الناس الذي تعرض للإصابة. طبعا الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة تقول لأنه ليست بإصابة خطيرة، فنتمنوا أن هذا الشيء يكون صحيح ويكون رسمي، فنتمنوا لكل الشفاء العاجل أعزائي المشاهدين بطبيعة الحال. وأيضا ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري، 26 مباراة بدون هزيمة، وصلنا إلى رقم قياسي ووصلنا إلى إنجاز تاريخي رفقة الكوتش جمال بالماضي اللي ما خسرش منذ سنة 2018. منذ سنة 2018 المشاهدين لم يذق المنتخب الوطني الجزائري الخسارة، إما الفوز أو التعادل. الخسارة جمال بالماضي ما عودناش بها، وبطبيعة الحال الشوط الأول لهذه المباراة يعني كان قوي ونستعرف بهذا الشيء. الشوط الأول أمام منتخب مالي كان قوي جدا، سنتطرق إلى بعض النقاط لكي نناقشها، ولكن أعزائي المشاهدين رسميا حاليا المنتخب الوطني الجزائري هو في نفس مرتبة منتخب كوت ديفوار من حيث أطول سلسلة انتصارات، وبقيت أعزائي المشاهدين مباراة تونس إذا نفوزوا عليها إن شاء الله، وهذا يعني حلمي بصراحة وبطبيعة الحال. إذا راح نفوزوا عليهم راح نزيدوا زي المشاهدين وراح نحطموا هذا الرقم القياسي الذي حاليا نحن فيه. فتمنياتي للمنتخب الوطني الجزائري كل التوفيق. كما قلنا زي المشاهدين المباراة كانت نوعا ما قوية، راكم شاهدتوا التشكيلة، تشكيلة نوعا ما قوية في خط الدفاع وحتى في خط الهجوم، ولكن في خط الوسط يعني كل من ذلك الثلاثي الذي شارك جمال الماضي اشركه في هذا اللقاء يعني ما تعودوش مع بعضهم البعض يلعبوا مباريات وديه او سواء رسميه في التدريبات ما راناش عارفين، ولكن في المباريات يعني ما تعودوش، فلهذا قدموا لنا مردود يعني نوعا ما دون متوسط، والسيطره كانت لصالح منتخب مالي من بدايه الشوط الاول حتى قرابه يعني نهايه الشوط الثاني. هذا الشيء اعزائي المشاهدين اعتقد ان الجميع يتفق عليه. وبطبيعه الحال المباراه بدات بحماس كبير، ليس عكس مباراه يعني المره الماضيه مباراه موريتانيا كانت فيها نوعا من الملل، ولكن هذا اللقاء كان بدأ بحرارة كبيرة من كلا الطرفين، وطبعا كان خط الوسط لصالح يعني منتخب مالي، يعني هم اللي كانوا مسيطرين علينا بطبيعة الحال، وأيضا منتخب الجزائر لم يكن يسيطر على خط الوسط، دفاعيا كنا يعني تفوقنا عليهم في العديد من المرات، هجوميا يعني نوعا ما كان ضعيف، وذلك نسبة لخط الوسط الذي ما كانش يساعد يعني الخط الهجومي في إيصال له الكرة، وعندما كانت تصل الكرة سواء لرياض محرز أو يعني يوسف بلايلي كانت تضيع وذلك بسرعة. لاحظت في هذا اللقاء مشاهدين هو أنه رياض محرز بطبيعة الحال يعني كان يخسر الاستحواذ بشكل كبير، ولكن في نفس السياق هو الذي صنع لنا الفوز في هذا اللقاء بتمريرة ميليمترية من نجمنا الجزائري يوسف بلايلي الذي تم استبداله في الشوط الثاني، فأقدم له الشكر صراحة على ذلك الأسيست، وأشكر رياض محرز على ذلك الهدف، به أعزائي المشاهدين أصبحنا في مرتبة عليا في يعني سلسلة اللا هزائم، وأصبحنا زي مشاهدين بطبيعة الحال 26 مباراة بدون هزيمة. بالماضي كان غاضب، بالماضي كان غاضب من الخط الوسط اللي ما كانش زي مشاهدين يعني يقطع الكرات، يعني كانوا يمروا علينا في العديد من المحاولات وفي العديد من المناسبات، ولهذا زي مشاهدين بعدما جمال الماضي استعمل بعض التغييرات خاصة يعني بطبيعة الحال دخول سليماني وأدم الناس يعني نوعا ما غير اللاعب، ولكن حزننا بطبيعة الحال بخروج أدم الناس بداعي الإصابة، فتمنياتنا له بالشفاء العاجل. ولكن المنتخب الوطني الجزائري رغم الصعوبة يعني نجح في هذا الامتحان، وأيضا جمال بالماضي يعني عمل ذلك التشكيل فقط من أجل امتحانه، هذه المباريات فقط امتحانية، ولو كان دخلنا بتشكيلة قوية يعني على سبيل المثال
اسماعيل بن ناصر وسفيان فيقولي وايضا حارس بالقبله او مهدي عبيد، لما كانت النتيجه جاهزه مشاهدينا لصالح المنتخب الوطني الجزائري، ويعني قتلنا المباراه في بدايه الشوط الاول، ولكن كان امتحان وقد اجتازه لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بجداره واستحقاق. مبروك عليهم ان شاء الله، نشوفوهم في قادم مواعيد يعني بمناسبات اخرى بفوز اخر ان شاء الله. طبعا الان ساشارك معكم بعض يعني تصريحات الجماهير العربيه والجزائريه وحتى المصريه وحتى يعني جماهير مالي، هذا ما ساشارك معكم يعني الان. طبعا قبل بدايه المباراه التقط لاعب منتخب مالي مع نجم الدولي الجزائري رياض محرز قائد الخضر صور تذكاريه كما تشاهدون، وبطبيعه الحال هو الذي صنع لنا الفوز بهدف يعني بطريقه مميزه جدا. أحد معلقي قائلا: مساء الخير، المباراة تبدو صعبة ومنتخب مالي يلعب كرة جميلة. هذا كان في الشوط الأول بطبيعة الحال. أما تعليقات عربية قائلين: منتخب مالي كرته حلوة ومنظم لأبعد الحدود. صراحة أتفق مع هذا التعليق. التعليق الموالي قائلا: أعزائي المشاهدين، كما تشاهدون منتخب مالي من أقوى المنتخبات في إفريقيا حاليا، لكن ما جابش حقه من الإعلام. هل رأيتم أن يعني المنتخب المالي هو أقوى يعني حاليا منتخبات في إفريقيا؟ أنا ما أتفقش مع هذا التعليق بطبيعة الحال، لأن المنتخب الوطني الجزائري حاليا هو الأقوى بطبيعة الحال. هذا المعلق من مالي، معلق من مالي يعني ضحك على الجزائريين، كيف ذلك؟ صرح قائلا: يعني أين تشاهدون المباراة؟ وهل يعني عندما راكم تشاهدوا هذه المباراة يعني مباراة الجزائر أمام مالي، هل التلفاز الخاص به هو الذي راه فيه تشويش، ام الكاليتي نتاع يعني الكاميرات في ذلك الملعب هي التي كانت سيئه؟ بطبيعه الحال كانت تعليقات ساخره جدا تحت هذا، تحت هذه التغريده. فنتمنوا زي المشاهدين ما نبقاوش في هذه المرحله، نتمنوا انه التصوير وايضا الكاميرات يعني للمباريات تزيد تتطور، ماذا بينا نشوفوا الاتش دي، يعني ما راناش في السبعينات زي المشاهدين. فنتمنوا زي المشاهدين انه هذه الرساله راح توصل الى بيت القصيد، ونتمنوا انه راح نشاهدوا المباريات بتقنيه الاتش دي مستقبلا. طبعا معلق المصري صرح قائلا: منتخب مالي زانق الجزائر زنقه وحشه قوي. بطبيعه الحال اتفق معه، لانه المنتخب يعني كما نقول المالي كان مسيطر في خط الوسط اكثر منا، ولكن سرعان ما قلب المنتخب الوطني الجزائري الطاوله في الشوط الثاني بطبيعه الحال، خاصه بعد هدف نجمنا الجزائري رياض محرز. بينما ايضا اعزائي المشاهدين، محلل القنوات التلفزيونيه لكره القدم الملقب بخالد بيومي صرح بتصريح كبير وقوي جدا قائلا: الجزائر مع جمال بلماضي تكسر الرقم القياسي لمصر لعدد المباريات بدون هزيمه، ووضع اعزائي المشاهدين ايموجيهات وهو يصفق للكوتش جمال بلماضي وما فعله جمال بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري. وصراحة ما فعله جمال بالماضي لا يصدق، فكل التوفيق له، ونحن فخورون بما قدمه جمال بالماضي، وفخورين جدا بما قدمه أبناء المنتخب الوطني الجزائري ولاعبي الخضر. تعليق آخر قائلا: مباراة رائعة بين الجزائر ومالي بقيادة أليو ديانج نجم الأهلي. طبعا تعليق من الإمارات أو يعني من الخليج العربي صرح قائلا: منتخب مالي مسيطر طول بعرض على الملعب، لكن المعلق بأي لغة يتكلم؟ عجزت أن أفهم منه غير بعض الكلمات العربية كما تشاهدون. يعني هذا رأي ينتقد المعلق اللي كان يصرح صراحة بالدارجة، وكان أيضا يعلق باللهجة الدارجة. بينما تعليق آخر يقول: مكان بن ناصر فارغ وبات غيابه واضح. بطبيعة الحال مالي استحوذت على وسط الميدان، ومالي قوية، يجب إيجاد حلول أو تغيير في النهج. وصراحة أتفق مع هذا التعليق، لأنه غياب يعني إسماعيل بن ناصر سواء مع ناديه نادي أي سي ميلان أو مع المنتخب الوطني الجزائري يترك فجوة كبيرة في خط الوسط. ولو كان على الأقل لعب سفيان فيقولي يعني لكان خط الوسط لصالحنا، وأيضا كنا مسيطرين على خط الوسط بطبيعة الحال. ولكن جمال بن ماضي يعني مش خطأ منه بطبيعة الحال، كان عارف باللي انه هؤلاء اللاعبين اللي اول مره يلعبوا مع بعضهم البعض، هشام بوداوي، رامز الروقي، وايضا هاريس، عفوا ليس هاريس بالقبله بل يعني عدلان قديورة، ولكن اراد ان يضعهم في ارض الواقع من اجل امتحانه. طبعا تعليق اخر كما تشاهدون، هذه الصوره ساخره، بوداوي، قديورة، وزروقي يعني تائهين كما تشاهدون، ولكن في نهايه المطاف كان الفوز لصالح المنتخب الوطني الجزائري. طبعا تعليق اخر يقول كما تشاهدون اعزائي المشاهدين، هذه التعليقات كلها من مالي وانا ترجمتها مباشره الى اللغه العربيه. صرحوا قائلين: كلام فارغ، لا نرى يعني المباراه في اي مكان، يعني ما جبروش من يتفرجوا المباراه. تعليق اخر: لماذا المباريات لا تبث ابدا على القنوات الوطنيه الخاصه بدوله مالي؟ بطبيعه الحال ما شاف ما جبروش المباراه، وكيف سيتم مشاهدتها يعني من طرفهم؟ التعليق الموالي من نسيم طالبي صرح قائلا: اعزائي المشاهدين، محرز كنترول ار ان ارت، يعني كنترول رياض محرز هو فن
بطبيعة الحال. فانتم قولوا لنا اعزائي المشاهدين، ما رأيكم في المباراة؟ ما رأيكم في المستوى الذي قدمه لاعبي المنتخب الوطني الجزائري؟ انا متأكد باللي انكم راح تقولوا باللي مستوى متوسط، او منكم راح يقول دون متوسط، ولكن كان هذا امتحان، وايضا امتحان يعني خرجت نتيجته هدف مقابل ولا شيء، والمنتخب الوطني الجزائري حطم رقم قياسي. انا صراحة حاليا فخور بهذا الرقم الذي وصلنا اليه، ولكن يعني كان بعض النقاط سيعالجها الكوتش جمال بالماضي في قادم المواعيد، ووقف عليها في هذه المباراة. ف 1 2 3 في فالجيرين، نتمنوا اعزائي المشاهدين يعني الفوز للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.